المشكل يهم خليج المنستير بصفة عامة ويهم صيادة بصفة خاصة. المشكل الناس الكل تعرف هو أنه معناها مشكل فما مشكل تلوث بيئي وخاصة مشكل تلوث بحري ناتج على الإفرازات متاع المنشآت الصناعية في مياه البحر. هالإفرازات هذه جاية خاصة من النسيج الصناعي، وقطاع النسيج نعرف الناس الكل كانوا نستعملوا برشا مواد كيميائية سواء في الصباغة سواء في التريتمون تاع صناعة الجينس خاصة. والمشكل هو انه انسى تماما وقع اختيار المحطة التطهير في اوائل التسعينات. المحطة هذه تستعمل سكون ابل لا تكنيك دو لابو اكتيفي اللي هي معناها سواء طاقة الاستيعاب نتاعها ما تتجاوزش 1600 متر مكعب في اليوم. اليوم هي تقريبا يوصلوا لها اكثر من 8000 متر مكعب في اليوم ولا ديبوردي. هذا يخلي انه محطه التطهير ما تنجمش تقوم بالعمليات الفيزيائيه والكيميائيه اللازمه باش المياه يتم المعالجه نتاعها. وهذاك علاش فما كميات كبيره يتم اللقاء نتاعها في بحر. البحر هذا عنده خصوصيه زي كيف ما فيش مد وجزر، ما فيش تيارات بحريه قويه باش تخلي المياه البحر تتجدد، خاصة وانه لي بارتيكول هذوما اللي يسبوا التلوث تحب لهم مئات السنين باش يتم المعالجة نتاعهم بطريقة معناها طبيعية. هذا يخلي وانه مياه آسنة، المياه الآسنة هذه تقضي على البيئة البحرية، تقضي على الأعشاب اللي تغذي اللي هي البوزيدونيا اللي تغذي البحر بالأكسجين، وهذا يخلي كونه التوازن الإيكولوجي والبيئي الكل يختل. هذا يأثر على الأسماك وبالطبيعة يأثر على مصدر رزق البحار. البحار اليوم اللي هو اللي قاسي اللي ما عادش لاحق على قوته اليومي. المشكل زاد تفاقم بمياه معناها من مدينه مجاوره لصياده اللي هي مدينه قصر علال. فما قناه معناها توا يجري العام 12 من الاول قالوا لنا مياه امطار قاعده تهبط على منطقه واد سيدي عبد السلام وسيتافيري، وانه الماء يجري والماء عنده الوان، والالوان هذه متنجم تكون كان مواد كيميائيه. اليوم المواطن الصيادي تضرب في صحته، تضرب في بيئته البحريه. كانت عندنا ما يشبه الحديقه الغناء، يعني احنا نتذكر واحنا صغار كنا نمشي ونعوموا، كنا نمشي ونلموا اللي معناها كريستاسيل القشريات هذه من قبارص من بابوش بانواع واشكال ونصطادوا القرنين. اليوم تصحر كامل البحر كله طبعا، تعرف تستغرب المثلث الرهيب هذا من قصيبه لقصر هلال الصياده معناها اللي طول دي كونسير الفي هذا يضرب في المواطنين. شوف معناها قداش مصاريف تصرفها وزاره الصحه على الانسان هذوما، الناس هذوما المصابين به ربي يشفيهم. احنا نحبوا اولادنا والاجيال القادمه ما تعنيش اللي قاعدين نعانيوا فيه اليوم. شكرا.